Differential diagnosis of acute osteomyelitis. The most important differential diagnosis is بيني وبينك لو جالك هو نفس الأعراض يعني acute septic arthritis ما هتكون في نفس المنطقة البين والتندرنس والريدنس والهوتنس وكل حاجة فبيني وبينك الأرثرايتس المانيفستيشن بتاعتها مش بعيد عن الأوستيومايلايتس اللي بتحصل في الميتافيز الزنهاوي فتفرق بقى ما بينهم ازاي لسه قايل لك من في الفيديو اللي فات في الأرثرايتس الماكسيمم بوينت اوف بين اند تندرنس على الجوينت لاين الجوينت لاين اللي هو مكان التلاقي ما بين التو articular surfaces فعند الجوينت لاين ده اللي هو ما بين تلاقي التو articular surfaces maximum point of pain and tenderness ولا على الميتافيسز لو على الميتافيسز يبقى osteomyelitis لو على الجوينت لاين يبقى arthritis زائد حرك رجليك يا حبيبي لو الطفل قال لك لا 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 مش قادر painful limitation of active movement العيان مش عارف يعملها لكن انت لو تقدر تمسك رجليه وتحركها كده فريلي يبقى دي على طول osteomyelitis painful limitation of active لكن passive movement free دي معناها osteomyelitis لانها لو arthritis في الجوينت في severe pain في الجوينت ديزيز فاي acute joint disease بيكون في spasm في surrounding muscles يعمل لك limitation of active and passive movement in all directions دول السببين الجوهرانيين اللي خلوك تفرق ما بين septic suppurative acute arthritis والosteomyelitis برضو في السن ده اللي هو الطفل الصغير اللي حوالين سن العشر سنين 12 سنة ده أشهر سن للروماتيك فيفر الروماتيك فيفر دي بقى ما فيها جزء بيكون فيه ارثرايتس ويقول لك ركبتي بتوجعني والحته دي بتوجعني ده اشهر مكان بيحصل فيه الاوستيومايلايتس بس احنا عارفين ان الروماتيك ارثرايتس بيكون في مالتيبل جوينتس وفليتنج فليتنج يعني يقول لك النهارده ركبتي بتوجعني بس بكره الهيب جوينت بتوجعني وبعد بعده الالبو اللي بيوجعني وبقى يوم تاني الشولدر اللي بيوجعني ففليتنج من جوينت لجوينت زائد اكيد الروماتيك فيفر الارثرايتس اللي فيها بتكون الوجع اقل مش اكيوت وسيفير وريدنس وهوتنس وسيفير توكسيميا لا الاعراض دي كلها بتكون اقل بكتير قوي في الروماتيك زائد بقى احتمال طبعا الطفل ده لو تكشف على قلبه ممكن تسمع الميرمر والحاجات دي اللي هو يكون عنده associated cardiac lesion aortic بقى stenosis ولا mitral stenosis والحاجات دي كلها في عندنا برضو differential diagnosis مهمة قوي Ewing sarcoma Ewing sarcoma ده tumor وبيكون في redness و hotness و tenderness بس هنا هو يا جماعة في نص الشافت في نص الشافت بالظبط في الديافيسز والإكس راي بتاعته دياجنوستيك تعمل إكس راي تبص تلاقي كده كالسيفيكيشن لايرز لايرز زي اللايرز بتاعت البصلة بيتقال عليها أونيون بيل أبيرانس هناخدها إن شاء الله في الإيوينج ساركوما اخيرا بقى الواد اللي مرمي في الشارع ده اللي قاعد بيتخانق وبيضرب العيال بعض بالشلاليت ويقع على الارض وتتجرح ركبتهم وحاجات زي كده هو مش ممكن الجرح اللي في رجليه ده يتلوث ويبقى الانفكشن في السكين وفي السبكوتينيوس تيشو ويبقى دي الحاجه اللي اسمها سيليولايتس ما هو في مكان الجرح اللي هو في مكان الميتافيسز وفي سيليولايتس افرقها ازاي بقى من الاوستيومايلايتس ده انت بس كده بتدوس على الجلد بتوجعه واضح ان البين والتندرنس سوبرفيشال في السوبرفيشال تيشو مش في البون مفيش بون تندرنس ولا في بون مانيفيستيشنز فلو البين والتندرنس سوبرفيشال انفلاميشن على الجلد والسبكوتينيوس تيشو يا عم دي سيلولايتس الحمد لله جت سليمه مش اوستيومايلايتس
العيان ده هو الانفستيجيشنز بتاعته ايه؟ الانفستيجيشن بتاعت العيان ده هو زي اي اكيوت انفلاميشن سي بي سي فول بلاد بيكتشر. طبعا زي اي اكيوت انفلاميشن بسبيوريتيف اورجانيزم اكيد عنده لوكوسايتوز، وفي السيفير اكيوت انفلاميشن الريسوسايت سيدمنتيشن ريت اكيد اليفيتد، والسي رياكتيف بروتين عالي. وما تنساش بقى تاخد عينة دم او تاخد عينة من البص اللي بيخر من الساينس. فالبص اللي بيخر من الساينس دون تاخد منه عينة قبل ما الطفل ياخد اي انتي بيوتك. فعينة دم وعينة من البص فور كلتشر اند سنسيتيفيتي قبل الانتي بيوتك. العيان احسن لو خد انتي بيوتك طبعا ده هيعمل سبريشن للاورجانيزم اللي في العينة، وممكن تيجي تعمل له كلتشر ما يبانش حاجة. العيان ده هو طبعا ممكن اعمل له دياجنوستيك بون اسبيريشن، دي كاركترستيك قوي لو انت دخلت هو ببون بانكشر في الحتة اللي بتوجع الطفل طبعا تحت تخدير وما الى ذلك، ورحت ساحب بص انت جايبه بايديك من العظم، طبعا دي اكيوت اوستيومايلايتس. اكيد راديولوجيكال بقى، راديولوجيكال الاشعة اللي احنا كنا بنبص عليها ده، هي جالك الطفل في اول يومين ثلاثة رحت عمله الاشعة هتطلع لك كده، ايه دي احسن من العظمة بتاعتك طبيعية خالص في اول يومين ثلاثة لسه ما بانش حاجة. هيبتدي يبان بقى تقريبا كده هو على اباوت اليوم كده من 10-14 يوم، يعني بعد اسبوعين تقريبا. بعد اسبوعين ايه اللي هبتدى يحصل؟ مش اتفقنا فيه هايبريميا في المنطقة اللي حوالينا، والهايبريميا دي بتعمل absorption of calcium من العظم، والabsorption of calcium من العظم ده يعمل لك bone rarefaction و osteoporosis حواليك. rarefaction يعني decalcification demineralization of the bone. لو انت عملت الأشعة بعد بقى مدة شوية بعد كده هو كمان اسبوع اسبوعين هتبتدي تلاقي ايه ده؟ ده البيري اوستيوم يا جماعه ابتدى يترفع، وتحت البيري اوستيوم ابتدى يتكون نيو بون فورميشن اللي اسمه انفولوكرام. الام ار اي احسن من البلين اكس راي تبين لك المانيفستيشن اوف اكوت اوستيومايلايتس قبل الاسبوعين اللي بيبانوا لك في البلين اكس راي. وطبعا احنا عايزين ايرلي دايجنوز فالام ار اي احسن. العيان ده هو طبعا الام ار اي بتاعته تبقى كونترا انديكيتد لو الطفل ده هو او العيان ده هو جاله اوستيومايلايتس بتاع البون اوبريشن، لو كان عنده انترامدرال نيل او بليت او سكروز دي ما ينفعش فيها الام ار اي اللي بتعتمد على المغناطيس والحاجات دي، فساعتها يبقى السي تي سكان برضه سنسيتيف جدا. ممكن عيان دون بس الصراحة دي يعني نادر قوي انها تتعمل لانها حتى اكسبنسيف، نعمل له راديو اكتيف ايزوتوبيك سكانينج اوف ذا بون. راديو اكتيف ايزوتوبيك سكانينج اوف ذا بون هتلاقي اشعاع كتير قوي طالع من الميتافيسس، اشعاع كتير قوي في انكريز اكتيفيتي وفي مادة مشعة كتير قوي في الميتافيسس. هل ده كاركترستيك ودياجنوستيك للاكيوت اوستيومايلايتس؟ دي بتحصل في 100,000 مرض وفي بون تيومرز وما الى ذلك، فهي بتبين انكريز اكتيفيتي في المنطقه بتاعه الميتافيسس وفي اشعاع طالع منها كتير في البون سكان، بس دي مش دياجنوستيك للاوستيومايلايتس، ممكن تكون اي حاجه تانية. العيان ده هو ان يا ترى ايه بقى العلاج بتاعه؟ كلمه السر في العلاج as soon as possible. العيان ده لو انت بس كده في التشخيص شميت ريحه اكيوت اوستيومايلايتس ابتدي العلاج على طول من غير ما تفكر، until proved otherwise ابتدي عالج على انه اوستيومايلايتس. بعد كده لو التحاليل بتاع اشعاعات اثبتت غير ذلك يبقى الحمد لله برضو. المهم ان انا once suspecting acute osteomyelitis ابتدي على طول الانتيبيوتيك اللي هو الكورنر ستون وحجر الزاوية بتاع العلاج. العيان ده هو طبعا لو انا شميت اي مانيفستيشن كده وانا في اكيوت اوستيومايلايتس هعمل له هوسبيتاليزيشن
والعلاج بقى نقسمه جنرال ولوكال. جنرال اكيد ابو الكل واهم حاجه في الدنيا وفي الام سي كيو اهم حاجه في الدنيا الانتي بايوتيك as soon as possible. بس قبل ما تدي الانتي بايوتيك الحق خد لك عينه دم وعينه بص فور كلتشر اند سنسيتيفيتي. والانتي بايوتيك يكون احسن نوع عندكم سنسيتيف اجينست البوز جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف اورجانيزمز. احسن حاجه دلوقتي بنديها على طول ثيرد جينيريشن سيفالوسبورينز ويتاخد بدوز عاليه جدا. وعشان يوصل الدوز العاليه جدا دي للعظم انترافينوس انتي بايوتيك لمده اسبوعين وبعد كده هو لمده 4 لـ6 أسابيع ياخد انتي بايوتيك اورالي. يعني يمكن يقعد الطفل ده ياخد شهرين انتي بايوتيك. العيان لان بينه وبينكم الاورجانيزم بيبقى رخم ومتخندق جوه الفايبرس تيشو ومتخندق جوه السيكويسترام لو في سيكويسترام وما الى ذلك، فعشان توصل له لازم مده كبيره قوي من الانتي بايوتيك قد تصل الى شهر ونص شهرين. والثيرد جينيريشن سيفالوسبورينز وفي الاول كمان بكون حريص على انه يكون انترافينوس انتي بايوتيك. انت طبعا على فكره اما تطلع لك بعد كده بقى يعني بتبتدي بحاجه قويه زي السيفالوسبورينز. بس لو طلعت الكالتشر والسنسيتيفيتي حاجه تانية غير الانتي بايوتيك اسيتي ودي احسن انتي بايوتيك سنسيتيف لهذا الاورجانيزم. لوكالي بقى في منطقه الوجع منطقه العظمه دي هعمل ايه؟ الواد ده انا خايف عليه قوي لو قوم وهو قايم رايح الحمام ولا حاجه تك باثولوجيكال فراكشر يبقى الحكايه بقت مشكله اكبر واكبر. فالواد ده بنعمل له سبلنتج اوف ذا لام يعني حط رجليه في كبيره بتعمل له سلاب بوستيرور سلاب لللور لام عشان تعمل له سبورت لللور لام. ولو الطفل ده هو يا جماعه استمرت عنده الاعراض والفيفر والحاجات دي ما تحسنتش لمده يومين يعني 48 ساعه بعد البروبر انتي بايوتيك والبروبر دوز بتاعته دي معناها ان في بص جوه العظمه. وزي ما انتم عارفين اي بص في التاريخ علاجه ايه؟ مفيش غير درينج. درينج اعمل ايه يعني؟ درينج السبري اوس الابس السبري اوس الابسس طبعا under general anesthesia the affected bone is exposed والروح فاتحين البريوسيوم واعمل بروبر درينج للبص. والعيان ده في السيفير كيسز متوقع كمان ان جوه المظله في بص. لو في جوه المظله بص يبقى انا لازم اعمل دريل هول في الكورتكس عشان اخش افضي العظم اللي جوه افضي المده اللي جوه. دريل هول يا جماعه دريل دي اله كده عامله زي الشنيور اللي انتوا بتعملوا فيه خرمه في الحيط او فوق او خرمه في الخشب. فاله كده هو اسمها دريل يعني زي الشنيور بالظبط بعمل خرم جوه الكورتكس عشان افضي المده اللي جوه وبتكون مالتيبل دريل هولز عشان افضي البص اللي جوه المظله. فيبقى درينج للسبري اوسيال ابسس ودريل هولز عشان البص اللي جوه في المظله. وما تنساش بقى وانت بتقفل الجرح دون تقفله ويز درينج وتقفله لوسلي مش كل بقى سنتي غرزه لا كل 2 سنتي غرزه سيب مسافه ما بين الغرز عشان لو في لسه بص ولا حاجه ما يتكتمش جوه ويبقى دون فيه والبارشل يعني او اللوس سوتشرنج ده زي ما تقول طريق للمده اللي هتتكون او لو في مده هتتكون يبقى ده الدرينج بتاعها على بره على طول. لان طبعا القاعده العامه يا جماعه في اي سيبتيك وند وانت بتقفله بتعمل بارشل سوتشرنج يعني بدل ما اخد غرزه كل سنتي اخد غرزه كل 2 او 2.5 سنتي عشان تقلاو اني اكسوديت او فلويد يطلع بره. طبعا مصير السيكويسترام ده لو في سيكويسترام اتكون وبالذات حتت سيكويسترام كبيره
دي معناها بيني وبينك كورونيسي، وتتعالج زي الكورونيك اوستيومايلايتس اللي هناخدها في الفيديوهات القادمه باذن الله. ويبقى ده الديفرنشال دايجنوزيس والانفستيجيشنز والتريتمنت اوف اكيوت اوستيومايلايتس. Thank you for good listening and good luck.